السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نموذج آخر لاختبار نهائي أحياء طبية 2. بيقول السؤال الأول: Which of the following mutation results from addition of one or more nucleotides in a DNA sequence؟ دام إنه قال لك كلمة addition، إذا الإجابة هي A. دام إنه قال لك addition one or more، كلمة more هنا يعني لو كتب لك في الاختيارات point، برضو point فيها addition بس addition one فقط. طيب إذا الإجابة هي A. سؤال رقم 2: Which of the following enzymes is used to cut DNA at blendromic sequence؟ at blendromic sequence يعني يبدأ منه قال لك كلمة cut على طول restriction enzyme. نعم طبعا ليجاز للصق ودي ان اي بوليمريز هذه للبناء في حاله الدي ان اي، والار ان اي في حاله في البناء حاله الار ان اي، وطبعا فوق هنا نونسنس ميوتيشن اللي هي يعني في حاله اللي هي فيها ستوب، تعمل ستوب للميوتيشن وتوقف الدنيا كلها، يعني هذا الميوتيشن يوقف الخليه يوقف. والميسنس اللي فوق رقم نقطة سي اللي هو ايش بيسوي الميسنس يعني مثال عليه الدم، وانه بيعمل ريبليسمنت يعني انه بيغير شيء مكان شيء. اما الديليشن فهو عبارة عن حذف فقط، يعني حذف نيوكليوتايد واحدة، والانسيرشن هو عبارة عن اضافة واحدة او مور نيوكليوتايد، والديليشن برضو واحدة او مور حذف. سؤال رقم 3 بيقول: Which of the following enzymes is necessary for building a stable recombinant DNA؟ نعم شوف هنا هذا السؤال هو حاول انه يلخبطك، يعني ليش؟ لأنه كتب هنا DNA polymerase. طبعاً DNA polymerase هي عملية البناء في حالة DNA معايا، لكن هنا لما كتب ليجاز، طبعاً ليجاز هي في حالة اللصق. نعم في هذه الحالة recombinant DNA تسوي عملية اللصق والبناء في الليجاز، لكن في حالة DNA لحاله غير الغير recombinant راح تكون دي NA بوليمريز. نعم يعني إجابة هنا 3 اللي هي C. هنا بيقول: Why cDNA library is required؟ لماذا نحتاج cDNA library required to avoid interons؟ يعني نحن أصلا هو DNA صناعي وهم صانعين، وعلشان يعني ما يبغون interons، ولا يعني لانه الشغل كله في الاكسونز. انترونز في وظيفه واحده اللي هي دي ان اي فينجر برينت. نعم طبعا هنا تو افويد، افويد يعني يتجاهل، او يعني مثلا ريموف، تو ريموف انترونز. نعم سؤال رقم 5 بيقول: Which of the following techniques is used to amplify DNA fragment in vitro؟ طبعا هذا السؤال جاء في المنهج في الاختبار اللي نزلته قبل شوية، طبعا هي PCR. نعم جل electrophoresis is used to separate DNA fragment. نعم طبعا نحن ما قلنا فيتامينز ولا مينرالز ولا شوغر، كل شغلنا في الدي ان ايه، وايش هو اللي بيفصل الدي ان ايه، فهنا زي كذا. سؤال رقم 7 بيقول: دي ان ايه فينجر برينت ار اوفن يوزد از ايفيدنس. نعم يعني الدي ان ايه فينجر برينت ليست البصمه حق اليد، بل البصمه الوراثيه او بصمه الجينات. بتستخدم فين؟ بتستخدم في اماكن الجرائم،
يعني عندهم آلات معينة بيستطيع إنه مثلا واحد بأنواع استخراج الدي ان ايه. طبعا عرفنا إنه أنواع استخراج الدي ان ايه اللي هي من المخاط ومن الكبد ومن حاجة اسمها الليو ليوسايتس. اوكي ليوسايتس حاجة اسمها بريفرال ليوسايتس اللي هي في الدم، يعني من الدم، من فين؟ من الدم في البريفرالز. في البريفرالز طبعا. الثانية دياغنوسيس فترة الانفكشن، لا دياغنوسيس بكتيريا الانفكشن لا، وهنا سبريت ماكرو برضو لا. نعم ناتيلوس آر 14 هنا داون سيندروم is caused by trisomy in. طبعا داون رقم 21. نعم انا سميتها كذا، قلت داون هذا رجال عمره 21 وادوارد هذا ولد عمره 18 وعندنا هذيك باتو البنت الصغيرة اللي عمرها 13. طيب طيب ناتي اللي بعده. طبعا هنا تراي بلويدي results from presence of extra single chromosomal set. دام انه قال لك بلويدي، لحظة ايوه بلويدي، كلمة بلويدي معناها ست، زيادة مجموعة. طيب مش زيادة، ممكن زيادة ممكن نقص، لكن بلويدي مجموعة. يعني طبعا هي قال لك تراي يعني زيادة مجموعة واحدة. نعم يعني الإجابة هي ايه مظبوط. سؤال رقم 12 What is the main cause of chromosomal abnormalities in number. دام انه قال لك in number non-disjunction. طبعا non-disjunction تحدث في مرحلة الأنافيز وهكذا. نعم هنا color blindness. طبعا color blindness هي X-linked recessive، وبرضه هذا السؤال جانا في المنهج في الاختبار اللي قبل هذا، أسئلة الاختبار. يعني الأسئلة اللي تشوفوها تكررت مرتين يعني أعرف أنها حتما سوف تأتينا. سؤال رقم 10 بيقول Which of the following disease is caused by autosomal recessive disorder. autosomal recessive طبعا عندنا هي الإجابة الوحيدة هي B اللي هي cystic فيبروسيس، هي الوحيدة اللي إيش اللي autosomal recessive. الباقي كلها ثلاثة هم autosomal dominant. أوكي هانكتون ومارفان وفون. طبعا فون هو أكثر الأمراض الوراثية، أكثر الأمراض الوراثية يعني هو إيش أكثر الأمراض الوراثية انتشارا. نعم مارفان هذا يشتغل مع القلب. طيب أما هانكتون هذا يأتي في سن متأخر بعد الأربعين، يسبب إيش طبعا أخذناه بالتفصيل هذا، يسبب تشنج في العضلات. نعم وقد يؤثر يعني على العقل. يعني سؤال رقم 9 بيقول the karyotype of normal man. شوف هذا السؤال يعني بقد ما هو سهل بقد ما هو مخادع يعني. طبعا هي الإجابة XY 46. طبعا لو قال لك normal women امرأة بتقول ايه 46 XX. نعم سؤال رقم 8 بيقول the process of making a double stranded cDNA molecule from a single stranded RNA template is called. يعني اننا بنصنع الـ cDNA من الـ RNA، هذه العملية تسمى reverse transcription. طبعا sulfation هذا ما عندنا شيء في المايش sulfation. protein synthesis ما لها علاقة بالبروتين. translation برضو ما لها علاقة بالtranslation ابدا. يعني نحن نسوي هذا من هذا عن طريق بيسمونه reverse transcription، يعني
مضاعفة عائدة للوراء أو مضاعفة عكسية. نعم نكمل إن شاء الله في الفيديو التالي، واللهم صل على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.